السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا هو الجزء الثاني من قصة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام. This is the second part of the story of the Iman of Prophet Ibrahim عليه السلام. This place was where the fire was, the whole area. هذا المكان كان مكان الحريق الذي قال فيه الكفار والنمرود حرقوه وانصروا آلهتكم. كان هذا المكان كله ها كما نرى هنا كل هذا المكان كان مكان الحريق. وننظر إلى الرحلة رحلة إبراهيم حين قذف ابن المنجنيق من فوق الجبل هناك وتلقفته الملائكة حتى نزل إلى البحر أو إلى الأرض إن هو واعتقد الناس كلهم أنه حرق. This is where Ibrahim was thrown up with the caterpillar from the mountain to the fire here, and everybody thought that the fire will burn him alive. The angels got him after they threw him by the caterpillar. الملائكة تلقفته ونزل به إلى هنا فتحول بقدر الله وقوة الله وعزة الله وجبروت الله هذا المكان إلى برد وسلام على إبراهيم. وهذا هو المكان الشاهد على قصة إيمان الفتى الذي يذكرهم إبراهيم عليه السلام. And this place is the witness of the mighty, of the might of the Iman of Prophet Ibrahim عليه السلام. You young people, when you put your Iman in the hands of Allah, Allah will make miracles through your Iman. أنتم أيها الشباب حينما تضعون إيمانكم بين يدي الله سبحانه وتعالى وتتوكلون عليه وتعملون الصالح ستفعلون المعجزات وستنجزون ما لم ينجزه أحدا من قبلكم في العالمين. Nobody can stop you when you link yourself to Allah. لن يستطيع أحد أن يوقف حركة النماء الإنسانية والعدل والإخاء والمساواة والسلام التي ستريدون إنشائها وبنائها من أجل الإنسانية إن وضعنا هذا الإيمان بين يدي الله سبحانه وتعالى. You young people, put your Iman in the hands of Allah سبحانه وتعالى and He will let you to build justice, peace, tranquility, safety for humanity. As you can see the true story of Ibrahim عليه السلام where Allah سبحانه وتعالى changed the whole fire into cool water and peace for Ibrahim عليه السلام. Don't give up and don't be fed up and don't feel depressed or withdrawn. لا تتوقفوا عن العمل من أجل إرساء قواعد الحرية والعدل والمساواة ولا تتوقفوا عن المحاولة ولا تتوقفوا عن تعميق الإيمان في جذور قلوبكم واعلموا أن المانع والضار هو الله. No, that the one who will benefit and don't harm is Allah. The one who is mighty is Allah. The one who will support you is Allah. The one who will give risk is Allah. The one who will give victory to you is Allah. واعلموا أن الذي سيمنعكم ويحميكم وينصركم ويمدكم ويرزقكم هو الله سبحانه وتعالى مهما علت أصوات الطواغيت. No matter how loud was the voices of the tyrants. No matter how loud the false media was high, Allah will support and protect and give you victory. كل هذا نقول فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر العباد المخلصين وهو الذي ينصر الشباب. إبراهيم كان فتى. إبراهيم was a young man at the age of 17 or 18. غلام سورة البروج وكان فتى. The young boy of سورة البروج was less than 16 years old. مؤمن آل فرعون كان رجل أحب لقومه الإيمان. The believer of the people of Pharaoh was a young man who wished that his people would become believer to see the fruit of belief when they meet Allah. Yusuf was a young man when he was put in jail in Egypt. All these young men have made history. كل هؤلاء صنعوا التاريخ. أما أنتم أهل السوشيال ميديا وأهل الانستجرام وأهل الإكس فاكتور وماكس فاكتور والحاجات دي كلها فهذا ليس ديننا.
No, don't become a social media driven or X factor driven or be distracted by the falsehood and be like Ibrahim وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كونوا كأنبياؤنا ورسلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا نرى معجزة أخرى. From here we see another miracle. You can still make miracle if you put your hand in the hand of Allah. وأنتم ممكن أن تحققون المعجزات إن وضعتوا أيديكم في أيدي الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.